انا هذه بواتي سيزي باش نسكروها توا. بدلنا الفراويل هذه ديما توا الانسان يمشي يخدم خدمه خدمه على قاعده باش ما تضيع في الزيت. بدلنا الفراويل هذه وبدلنا الفراويل نتاع الخشم نتاع هذه وبدلنا هذه زاد كيف كيف. توا باش نركبوا له القلب الجديد اللي هو جبناه. ندهنوا بلاصه الجوا هذه بالبات ندهنوها بالكول هذيك خاطر هو ساهل ما فيه شيء يدخل كامل. باش نحطوا لها القلب هذايا كامل جديد اللي هو هي قلب كامل يعني في السيزي يجي واحد كامل هكا حطوه كامل كما هو. تجي هي قطعه كامله قلب كامل سكر يعني ما فيش حتى يعني ما يحتاج شيء كامل كما هو. تحطه في وسط القطاع هذايا في وسط الكركاس هذايا ديريكت يركب ما فيش حتى اشكاليه يعني اي واحد ينجم يركبه حتى يعني واحد ما يعرفش الميكانيك ينجم يركبه سهل ما في شيء. فيها عمليه السركيبس هذايا اللي موجود هنا يتفك ومن بعد يركب وقت اللي تحط المكان. ندهنهم شويه زيت الاماكن اللي باش يدخل فيهم بالخاصه هذوما الاكسوات هذوما نتاع الاكسوات هذوما اللي باش يدخلوا في البوات هنا في الحفره. ندهنهم شويه زيت ندهن حتى الرموم هنا باش سهل عليك شويه. ندهن الرموم برا ندهن بصبعك يا سي ندهن هكا بصبعك يا سي. ونزلوا نزلوا بها ما فيها شيء سهله ما عندنا زوز الاكسوات هكا يدخلوا مكانهم وهي الرموم تدخل مكانها. شفتوها يعني سهلة تدخل عادية ما فيها حتى شيء سهلة ما يعني ما فماش ما أسهل من الجير نتاع السيزي من البوات نتاع السيزي. أنا نحك التفشة هذي نتاع الامبراج دور تو استنى سي شوفوها هذي راكبة تو هي راكبة مازالت مش مكبوسة تدور عادية ليبر سهلة ما فيها شيء. طبعا تو بنزيدو نعملو برشبون هذيا كل للمكان هذا ونركبو الغطاء. لازم كي تركب لازم يكونو هذوما الأربعة في مكان واحد باش من الفيتاسات ما يدخل يعني هذوما تمو الفرشاتات نتاع الفيتاس. الدخلين نتاع البوات فما سكليبس هنا يجي تحت البلاكة نتاع البيتين نتاع المبرياج لازم نركبوه باش من الرونمون معاش يرجع لتالي باش الجير معاش باش الرونمون بيلي هذا معاش يرجع لتالي. السكليبس حطوه مكانه ندوروه زاد هكاك ندوروه باش نعرفوا مكانه صحيح ولا لا. ندوروا واحد نتاعنا روح عادي. هذا طبعا الكيبس هذا راكب من الدار. هذاك شاد من الدار شاد الرومون تاع بيز ديريكتور وهذه هنا عندها الواحد نتاعها من الدار زاد من شارينا جد. نحطوا لها الكول هذه نتاعها نعملها الكول ونركبوها. عملنا الكول نتاعها ونركبوها. ونحطوه مكانها هذا الرومون نحطوه مكان كيف كيف. عندنا هذا الغطاء الفوقاني اللي هو جهه المؤخره نتاع نتاع البوات كيف كيف نعملوا له ذاكور. عندنا هذا المكان هذا يدخل فيه لاكس هذا رد بالو منه ندهنوه بشويه زيت ندهن ما فيها بس حتى الرمون بشويه زيت لان عندها مكان تدخل فيه الرمون هذه وهذه زوز مش سهل معنا العمليه فقط لا اكثر مش باش يدخل لهم الزيت لتسهيل العمليه. هم هما ما يجوا مسكرين حتى ما يحتاجوش حتى للزيت في البوات. شفت العمليه اللي عاملينها يعني الرمونات هذوما النوع هذا مسكرين حتى الزيت ما يدخل لهمش وقت اللي الزيت يدور في البوات ما يدخل لهمش. ونحطوا الغطاء نتاعنا هذي
سهلة زي كيف كيف حتى هو. هذه المكان اللي هو بتاع الجيتاسير. الجيتاسير تخلى عادي نورمال ما في شيء. حطوا الابونات كلها ونسكر عليه. سهل العملية فيها شيء. نجموا حطوا الابونات كلها ونسكر عليه. باقي هذا كله يعني باش تعملوه سهل، اللي هو باش تعمل تو هيكل بتسكر البونات باش تركبها مكانها كلها العملية سهل.